السلام عليكم شباب، دلوقتي هنشرح الأجهزة مع بعض. احنا قلنا ان احنا هنستخدم 3 أجهزة عندي في الجزء ده، والأجهزة هتكون بالعربي ان شاء الله. اول جهاز عندي بستخدمه جهاز لقياس التمبريتشر او درجة الحرارة، وتاني جهاز لقياس الهيوميديتي او الرطوبة، وتالت جهاز لقياس سرعة الرياح. اول جهاز معانا اللي هو اللي بيقيس عندي التمبريتشر او درجة الحرارة اسمه ايه؟ اسمه ماكسيموم مينيموم ثرموميتر. تمام، ليه ماكسيموم؟ لان هو بيقيس درجة الحرارة العظمى ودرجة الحرارة الصغرى بالترمومتر. تمام، نشوف وصف الجهاز مع بعض او تركيبه، اكتبوا ورايا تركيبه. يتركب الجهاز من ايه؟ من انبوبة على شكل حرف يو، زي ما احنا شايفين قدامنا هو شكل الانبوبة على حرف اليو. تمام، بداخله مادة الزئبق، شايفين المادة اللي هي لونها رمادي دي او الجراي دي مادة الزئبق اللي عندي. يبقى الجهاز بيتكون من ايه؟ من انبوبة على شكل حرف يو زي ما احنا شايفينها، بداخلها مادة الزئبق. تمام، الطرف الايسر منه، الطرف الايسر ده بتاعي، ده طرف الناحية الأيسر منه، دي بتديني ايه؟ بتديني قراءة النهاية الصغرى عندي، بتديني أقل درجة حرارة، بتديني درجة الحرارة في البرودة، بتديني درجة الحرارة القليلة. تمام، وبيدي النهاية الايه؟ النهاية الصغرى اللي عندي. طب الطرف الأيمن اللي عندي، الطرف الأيمن اللي عندي بيدي درجة الحرارة العظمى اللي عندي. طب الطرف الأيسر ده فيه ايه؟ كل منهم فيه في الأعلى عنده في نهاية طرف مستودع زجاجي، زي ما انتم شايفين في مستودع زجاجي في الآخر اهو على شكل دايرة هنا اهو، وده مستودع زجاجي. في ماده اللي هي الماده الاورنج دي، الماده دي قابله للتمدد والانكماش. تمام، فيها سائل، السائل قابل للتمدد او الانكماش. يبقى انا عندي دلوقتي اللي هو الماكسيموم مينيموم ثرموميتر، ده عباره عن جهاز بيتركب من انبوبه على شكل حرف اليو، بتديني عباره جواها ماده الزئبق، بتديني درجه الحراره العظمى ودرجه الحراره الصغرى اللي عندي، النهايه الصغرى والنهايه العظمى، موجود في نهايتها الاثنين موجود عندي مستودع زجاجي، الايسر منه بيكون دائري، في ماده قابله للانكماش تمام والتمدد بالحراره. طريقه العمل اللي عندي، اول حاجه خالص، اول حاجه انا المفروض بحط المكان، الجهاز اللي عندي ده بحطه في المكان اللي انا عايز اقيس فيه درجة الحرارة. شايفين اللي عندي دي اللي هي الجزء ده كده هنا وهنا، ده اسمه الدليل. تمام، اول خطوة بعملها اني بسحب الدليلين دول فوق الزئبق، بشدهم الاتنين بحطهم فوق الزئبق بالظبط. بسحبهم بايه؟ بسحبهم بمغناطيس، المغناطيس ده بشد بيه الدليلين دول يبقوا فوق الزئبق. تمام، بعد ما سحبت اللي هو الدليلين دول فوق الزئبق وحطيتهم بقى خلاص، ان دلوقتي هيقيس درجة الحرارة اللي عندي، لما بحطه في درجة حرارة وكان درجة الحرارة اللي عندي دي مرتفعة، المادة اللي انا لسه قايله لكم عليها في الطرف الايسر اللي هي المادة القابلة للتمدد والانكماش دي، لو درجة الحرارة مرتفعة فالمادة دي هيحصلها تمدد، فهتزيد كده، فهتزق الزئبق اللي عندي الناحية دي، فهيطلع مثلا هنا. تمام، يبقى المادة اللي جوه المستودع الايسر دي مادة قابلة للتمدد والانكماش، حطيتها في درجة حرارة مرتفعة هتتمدد، هيزيد حجمها، هتزق الزئبق اللي عندك ده كده هيطلع هنا، وبالتالي هيقيس هنا الماكسيموم تمبريتشر. طب لو انا حطيت الجهاز اللي عندي ده في درجة حرارة منخفضة، فبالتالي المادة اللي عندي دي هيحصل لها انكماش، فهترتفع لفوق، فالزئبق هيطلع معاها هنا فوق، فبالتالي هيقيس لي المينيموم تمبريتشر. يبقى فكرة الجهاز ان الجهاز اللي عندي ده بيقيس درجة الحرارة. الجهاز ده قبل ما بشغله بسحب الدليلين اللي عندي دول فوق الزئبق، بحطه في درجة الحرارة اللي انا عايز اقيسها. المادة الجهاز ده فيه في الجانب الايسر منه مادة قابلة للتمدد او الانكماش. تمام، المادة دي لما بحطها في درجة حرارة مرتفعة بتزيد حجمها، فلما حجمها بيزيد بيرفع لي الزئبق في الناحية التانية، فبالتالي هيقيس لي الماكسيموم تمبريتشر. طب لو المادة دي حطيتها في بيئة باردة او مكان بارد، فبالتالي هيحصل لها انكماش، هتطلع لفوق هتنكمش، فالزئبق هيطلع عشان يعادلها في الناحيه دي، فهيديني المينيمم تمبريتشر. وضحت كده؟ دي الرسمه. تعالوا اكتبوا بقى معايا التركيب بتاع الجهاز وطريقه العمل عشان تكتبوها في الصفحه رقم 50. تركيب الجهاز، هيكتبوا ان الجهاز يتركب الجهاز من انبوبه على شكل حرف يو بداخلها ماده الزئبق، الطرف الايسر يعطي قراءه النهايه الصغرى زي ما قلنا لما بيحصل الانكماش وتظهر النهايه الصغرى عندي في الطرف الايسر. تمام، والطرف الايمن يعطي قراءه النهايه العظمى، ويوجد في الاعلى في نهايه كل طرف مستودع زجاجي، الايسر منه دائري. الطرف الايسر عندي بيعطي قراءه النهايه الصغرى لدرجه الحراره، والطرف الايمن بيعطي قراءه النهايه العظمى، ويوجد في الاعلى في نهايه كل طرف مستودع زجاجي، الايسر منه دائري، به سائل قابل للتمدد والانكماش بالحراره، اللي هو السائل الاورنج اللي عندي ده هنا، ده السائل قابل للتمدد والانكماش. تمام، والمستودع الدائري اهو، وحرف اليو اهو، الانبوبه اللي عندي حرف اليو، والميركر اللي هي الماده الجراي ديت. تمام، والطرف الايمن بيقيس الماكسيمم تمبريتشر، والايسر بيقيس المينيمم تمبريتشر. تمام، تعال نشوف بقى مع بعض طريقه
العمل. بيقول لك قبل تعرض الجهاز لحرارة الجو لابد من سحب الدليلين لوضعهما فوق سطح الزئبق مباشرة عن طريق قطعة مغناطيسية صغيرة مرفقة مع الجهاز. قبل ما ببدأ الشغل بجيب الدليلين اللي عندي دول بسحبهم فوق الزئبق بالظبط. تمام، دي اول خطوه. تاني خطوه عندي عند تعرض الجهاز بقى لدرجه حراره الجو، فاذا كان هناك ارتفاع في درجه الحراره فان السائل في المستودع الايسر يتمدد. السائل في المستودع الايسر ده هيتمدد، تمام، هيحصل ايه؟ يتمدد ضاغطا على الزئبق في المستودع ليرتفع في الطرف الايمن مسجلا اقصى درجه حراره. هيضغط على الزئبق هنا فيرتفع في الجانب الايمن، هيديني الماكسيمم تمبريتشر او اعلى او اقصى درجه حراره. تمام، في حاله الانخفاض ينكمش السائل في المستودع الايسر مسببا صعود الزئبق والدليل معه في الطرف الايسر مسجلا اقل درجه حراره. في الانخفاض السائل ده هينكمش، هيرتفع الزئبق ده معاه في الناحيه دي هيسجل لي المينيمم تمبريتشر. تمام، ده اول جهاز عندي، جهاز الماكسيمم مينيمم ثيرموميتر، وده اللي بيقيس لي ايه؟ بيقيس لي التمبريتشر اللي عندي. يبقى ده اول جهاز، وضحت فكرته ووضحت طريقته وتركيبه. تمام، صفحه 50 هكتبوا فيها الكلام اللي انا قلت لكم تكتبوه ده. صفحة 51 بقى هناخد الجهاز. تاني حاجة انا قلت لكم جهاز بيقيس الريليتيف هيوميديتي او بيقيس عندي الرطوبة، نسبة الرطوبة. الجهاز اسمه ايه؟ اسمه سيرمو هايجروميتر. الجهاز اسمه سيرمو هايجروميتر. الجهاز ده بيقيس عندي ايه؟ بيقيس نسبة الرطوبة اللي عندي. ايه هو الجهاز؟ عبارة عن ايه الجهاز عندي؟ ايه هي الرطوبة دي؟ اولا الرطوبة دي عبارة عن كمية بخار الماء الموجود في الجو. يبقى هو بيقيس لي الرطوبة اللي هي عبارة عن كمية بخار الماء الموجود في الجو. تركيب الجهاز ده عبارة عن ايه؟ هتكتبوا التركيب معايا. عبارة عن ترمومترين مدرجين مثبتين على لوحه معدنيه، زي ما انتم شايفين ترمومتر مدرج وترمومتر مدرج مثبتين على لوحه معدنيه. تمام، وفيهم مستودعان مملوءان بالزئبق، زي ما انتم شايفين المستودع جوه الزئبق اهو، والزئبق هنا جواها. المستودعان دول مملوءان بالزئبق، حيث يترك احدهما معرضا للجو، ده بنسيبه في الجو كده، وبيسمى عندي المستودع الجاف او دراي بام. تمام، يبقى انا عندي المستودع اللي سايباه للجو معرض للجو ده، وفي زئبق ده اسمه المستودع الجاف. تمام، طب التاني بقى بعمل له ايه؟ التاني بيغطى عندي بقطعه من القماش، زي ما انتم شايفينها كده قطعه قماش اهيت. تمام، مبلله مبلوله، قطعه القماش دي مبلله، وبغمس طرفها دي في انبوبه زجاجيه مملوءه بالماء. شايفين الطرف محطوط في انبوبه زجاجيه مملوءه بالماء عندي، عشان تخلي القماشه اللي عندي دي او تجعل القماشه اللي عندي دي دايما مبلله حول المستودع. يعني المستودع ده لازم في ظروفه يتوفر له دايما الرطوبه تكون موجوده دايما معاه، ودايما يكون موجود ميه، ودايما القماشه دي تكون مبلوله من ميه، وفي الحاله دي اسمه مستودع رطب. انا بعمل ايه؟ انا بعرض الجهاز اللي عندي ده للجو وبسيبه، يعني بلاحظ بقى بسيبه فتره فبيثبت عندي القراءتين دي، بتثبت هنا القراءه بتاعه الترمومتر اللي هنا ده بيثبت، فبالتالي بعرف عندي اللي هو الجو الجاف عندي من غير رطوبه بيبقى قد ايه عندي، والتاني بيسجل لي القراءه بتاعه الميه اللي هي او بتاعه المكان الرطب 100%. يعني الرقم كان ده رطب 100% عندي، ليه؟ لان هو معرض للميه وللرطوبه دايما. تمام، بعد فتره بستنى لما يثبت تمدد الزئبق هنا وهنا. تمام، وبشوف مثلا وليكن لقيت درجة الحرارة هنا مثلا 30 ودي هنا 30. تمام، في الحالة اللي بتساوى فيها درجة الحرارة بتاعة المستودع الجاف مع المستودع الرطب، في الحالة دي بتكون الرطوبة النسبية 100%. يبقى لما بتتساوى عندي قراءة المستودعين مع بعض بتكون الرطوبة النسبية عندي 100%. ليه؟ لأن ده مستودع رطب. يعني ايه رطب؟ يعني متوصل بالميه، يعني بيقيس لي نسبه الرطوبه، وهي اصلا انا موفره هنا رطوبه بنسبه 100%، ما بينشفش، دايما بيكون مبلل القماش دايما مبلل. انما التاني بيقيس لي درجه حراره الجو، فلو الجو طلع نفس درجه حراره الميه، نفس درجه رطوبه الميه، فبالتالي معناها ان الرطوبه عندي في الجو 100%، يعني دي الماكسيمم. تمام، لكن انا في الطبيعي عندي ان انا بيكون معايا جدول، عندي جدول بسجل فيه درجة حرارة المستودع الرطب هنا مثلا، والمستودع الجاف هنا مثلا، دي 10 دي 5، وبيكون الجدول اللي عندي ده بستنتج منه قيمة الرطوبة النسبية. بيبقى جدول محفوظ معروف ان لو الرطوبة النسبية لو الرطوبة النسبية طلعت في المستودع الجاف مثلا 10، وفي المستودع الرطب مثلا هي 30، فبالتالي يبقى الرطوبة النسبية في الجو مثلا 15. يعني دي ارقام محفوظة وثابتة ومعلومة مالناش دعوة بيها، ده جدول بيتحفظ بعد كده او بيدولك ككنترول او معطى عندك. تمام، كل ما في الموضوع ان فكرة الجهاز اللي عندي ان هو بيقيس لي الرطوبة النسبية ازاي، ان عندي 2 ترمومتر، واحد فيهم بيكون جاف معرض للجو، والتاني بيكون رطب، وهو دايما لازم تكون الرطوبة محاطة بيه، بيكون ملفوف بقماش، القماش ده دايما لازم يكون في المية ويكون المية حواليه. تمام، وبيكون رطب. لو النسبتين طلعوا شبه بعض فانا معناها ان الرطوبة النسبية عندي نسبتها 100%. لو طلع نسبتين مختلفتين بينهم هما الاتنين، بروح للجدول الاستنتاج اللي عندي. الجدول ده بيكون مكتوب فيه عندي ايه؟
مكتوب فيه عندي ان لو الترمومتر الجاف طلع بكذا، لو مستودع الجاف طلع كويس وكذا، والمستودع الرطب طلع كويس وكذا، يبقى الرطوبه النسبيه كذا. تمام، تعال نكتب مع بعض تركيب الجهاز عباره عن ايه. عباره عن ترمومترين مدرجين مثبتين على لوحه معدنيه ولهم مستودعان مملوءان بالزئبق، بيطرق احدهما معرض للجو ويسمى بالمستودع الجاف، ويغطى الثاني بقطعه قماش من مبلله حيث يغمس طرفها في انبوبه زجاجيه مملوءه بالماء اسفل المستودع، تجعل القماش دائما مبلل حول المستودع، يسمى المستودع الرطب. طريقه القياس: بعرض الجهاز اللي عندي للجو مع ملاحظه ان يكون المستودع الرطب دائما مبلول بالميه، دائما مبلل بالماء. بعد فتره من الزمن عندما يثبت مدد الزئبق اللي عندي، بنسجل القراءة اللي عندي في الترمومترين الجاف والرطب كل على حدة. يوجد مع الجهاز جدول اللي بقول لكم عليه، اللي هو بستنتج بيه قيمة الرطوبة النسبية اللي عندي، ولو تساوت قراءتين المستودعان بنستنتج ان الرطوبة النسبية عندي نسبتها 100%. تمام، يبقى انا كده خلاص عرفت الجدول ده. الجهاز ده بيقيس ايه؟ بيقيس الرطوبه. اسمه ايه الجهاز؟ اسمه سيرمو هايجروميتر. تمام، وعرفت طريقه عمله، وعرفت ان انا بيطلع لي، بس انا لما الزئبق يثبت هنا ويثبت هنا وبطلع الرقمين دول وبحطهم في الجدول. الجدول ده اصلا جدول الاستنتاج، الارقام دي بتكون ثابته عندي، ومن خلال الجدول بعرف نسبه الرطوبه النسبيه كام. بس لازم دايما المستودع الرطب احافظ على الرطوبه اللي فيه دائما، وان دايما يكون تحتيه اللي هي الماء الموجود، والقماش دايما يكون مبلل بالماء. تمام، وده تاني جهاز عندي اللي هو السيرمو هايجروميتر. تمام، شكل الجدول بيبقى يعني شبه كده. درجة حرارة المستودع الرطب اهيت، بيبقى بكتبها في الناحية دي والجاف في الناحية التانية، وبتبقى الأرقام دي بقى عندي، بتبقى الأرقام دي مكتوبة ومحفوظة، معروف إن لو دي 10 ودي 10 فبالتالي الرطوبة النسبية كام، ولو دي 12 ودي 10 وهكذا. تمام، تالت جهاز عندي اللي هو الانيموميتر. الانيموميتر ده الجهاز اللي بيقيس لي ايه؟ بيقيس لي سرعة الرياح، الوايد سبيد. تمام، بيتكون من ايه الجهاز ده؟ بيتكون الجهاز ده من اربع كؤوس زي ما انتم شايفين، دي كؤوس كده، اربع كؤوس. تمام، مثبته على اذرع، شايفين الاذرع دي، اربع كؤوس مثبته على اذرع. تمام، الكؤوس دي بتدور حول ايه؟ حول محور زي ما انتم شايفين اهو، بيتصل في نهايته بايه؟ المحور ده من تحت فيه مؤشر مدرج. تمام، بيبين لي المؤشر ده سرعه الرياح، يبقى مؤشر مدرج بيعمل ايه؟ المؤشر المدرج اللي في المحور ده لبيان سرعة الرياح. تمام، وبعد كده بقول لك ان بعديه بيتصل المحور ده عندي بمولد كهربائي، بيتصل بمولد كهربائي عشان ممكن انا انتوا عارفين ان احنا بنستخدم في المناطق اللي زي دي في سرعه الرياح. اما ايه سرعه الرياح؟ محتاج بقى ايه مولد ليولد لي الكهرباء اللي عندي. فانا عندي محور، المحور ده فيه اربع اذرع، الاذرع دي فيها كاسات، الكاسات دي طبيعي لما احطها في مكان فيه هواء فهتلف. المؤشر اللي عندي ده هو اللي هيسجل لي عندي عدد اللفات دي قد ايه في الساعه، فبالتالي اعرف سرعه الرياح في المكان ده عامله ازاي. تمام، غالبا والافضل عندي ان اثبت الجهاز ده عندي في برج مرتفع، برج على ارتفاع حوالي 10 متر عشان يبقى عندي سرعه الرياح فيه اقوى، عشان اقدر اسجل سرعه الرياح في المنطقه دي عامله ازاي. تمام، وبعد اول الرياح ما بتهب عندي بتتحرك الكؤوس دي عندي، وبعد كده بحسب عدد اللفات اللي بستخدمها في تحديد سرعه الرياح. يعني الجهاز اللي عندي المدرج ده هيحسب لي بقى عدد اللفات في الساعه، فبالتالي الجهاز ده عندي بعد ما بحسب عدد اللفات بتاعه الكؤوس دي في الساعه بعرف سرعه الرياح كام، وبستخدمه في تحديد اتجاه سرعه الرياح، في تحديد سرعه الرياح. تمام، يبقى الجهاز اسمه انيموميتر. الجهاز بيستخدم لايه؟ الجهاز هو عباره عن اربع كؤوس مثبته على اذرع. تمام، الاذرع دي بتدور حوالين محور، المحور ده فيه مؤشر مدرج بيقيس لي سرعه الرياح اللي عندي. تمام، وفي مولد كهربائي موجود وغالبا بيثبت على مكان مرتفع عشان من خلاله اقدر اقيس كل ما تتحرك الكؤوس دي، بقيس بقى ايه ان بحسب عدد لفات الكؤوس ديت وعدد اللفات اللي بتحصل عشان احدد سرعه الرياح. تمام، تعال نشوف مع بعض الجزء اللي هتكتبوه. يتركب الجهاز من ثلاث الى اربع كؤوس مثبته على اذرع تدور حول محور راسي، يتصل في نهايته بمؤشر مدرج لبيان سرعه الرياح، ويتصل المحور بمولد كهربائي، وغالبا ما يثبت الجهاز في نهايه البرج عالي زي ما قلنا على ارتفاع حوالي 10 متر. عندما تهب الرياح تتحرك الكؤوس، ومن ثم يتم حساب عدد اللفات التي تستخدم في تحديد سرعه الرياح. يبقى ده جهاز الايه؟ الانوميتر. تعال نشوف مع بعض اللي انتوا اخدتوه في الكتاب من اول الترم عشان نبقى عارفين صفحات ايه اللي اخدناها مع بعض. اول حاجه انتوا اخدتوا صفحه 3 الكوليكشن اوف سويل سامبل. تمام، اخدتوها مع اخدتوا الكوليكشن صفحه 3 وصفحه 4 وصفحه 5 وصفحه 6، دي كلها كوليكشن. وبعد كده اخدتوا البريبريشن، اخدتوا الخطوات كلها، وبعد كده اخدتوا تلخيص بسيط تحت مبسط. تمام، السويل تكتشر، اخدتوا تعريف السويل تكتشر والجدول بتاع الديامتر بتاعه السويل بارتكل احنا لغيناه مع بعض. تمام، بس تقراه تعرفه.
اخدته بعد كده السويل تكستشر تريانجل، ونزلت لكم فيديو من على اليوتيوب، عملت على الجروب بيوضح ازاي تحسبها بشكل مبسط جدا وجميل جدا. طالبين انكم تكتبوا الكومنت اللي عندي. الكومنت عبارة عن ايه؟ اني هقول لما السويل يكون فيها مثلا 75% ساند و10 سلت و15 كلي، فالسويل تكستشر عندي مثلا هيكون ساند لوم او غيره. فانتوا بقى فهموها من الجروب الفيديو اللي نزلته لكم، وحلوها واكتبوا الكومنتات. تمام. بعد كده اخدنا مع بعض السويل ميوتشر اللي هو انواع الماء اللي عند بقى صفحة 19 وصفحة 20 تمام، وصفحة 21 خدنا التجربة بتاعت السويل ميوتشر كونتنت تمام، و22 و23 المسألة والكومنت لازم يكون مكتوب تمام. وبعد كده اخدتوا صفحة 26 الووتر هولدنج كاباستي مع بعض تمام، المفروض المسألة تتحل والكومنت يتكتب لان في تقييم المرة الجاية ان شاء الله تمام. وبعد كده اخدتوا الهيجروسكوبك ووتر شرحتها لكم اونلاين على فيديو، المفروض تحلوا تكتبوا الكومنت عندي ليه الكلي اكبر من الساند تمام. وبعد كده اخدتوا البورستي، اخدتوا التجربة المفروض عندك تكتب الكومنت اللي عندي. بعد كده اخدنا النهاردة بس الجزء بتاع البربريشن بتاع السويل سوليوشن اللي هو اول جزء في الصفحة بس تمام. بعد كده اخدنا الديترمينيشن بتاعت الكربونات والبايكربونات مع بعض صفحة 40 41 و42 تمام، والمسألة اللي عطتها لكم في الفيديو اللي فات تتحل تمام، وتتحل في الكتاب في الكتاب وتتحل. وبعد كده اخدنا مع بعض الاجهزة، الثلاث اجهزة اللي هو الماكسيموم مينيموم سيرموميتر، واخدنا مع بعض بعد كده السيرمو هايجروميتر، واخدنا الانيموميتر. وبكده نبقى خلصنا منهج الايكولوجي اللي هو البيئة النباتية، وان شاء الله امتحانكم بإذن الله الخميس اللي بعد الجاي زي بكرة ان شاء الله. السلام عليكم.